الصراحه الدومين ديال التمثيل كيعجبني ملي كنت وانا صغيره. ملي كنت صغيره كان كيعجبني نتفرج في الافلام في لي سيري، واخا ما كنتش كنفهمهم بزاف شنو كيقولوا. باغ اكزومبل ملي كيكون شي فيلم امريكاني ولا فرونسي كيعجبني نشوف كيفاش الممثلين كيمثلوا، كيفاش كيكونوا لي رياكسيون ديالهم ملي كيكونوا مقلقين ملي كيكونوا فرحانين. صافي صراحه من تما كبر معايا داك الحب ديال التمثيل. اي بيان سور كان تخوف حيت دومين اللي ماشي ساهل، و حتى شي دومين ما ساهل الصراحه. كيكون التخوف ديال الوالدين واش غادي تقدري تفرقي ما بين القرايه وما بين الدومين ديال الفن. بالحق الحمد لله. الدور ديال سعيد الحياني، واحد البنت اللي ما كتهضرش وما كتسمعش. الدور كان ديال هذه البنت هذه اللي عزيزه عليها لا دونس وكتمنى انها شي نهار تعلم ليها وتولي بارمي لي بروفيسيونيل في لا دونس. بالحق بزاف الحوايج ما كيساعدوهاش، كيف ما قلت لك العائق اللي عندها انها سورد ميوت، اي ميم الظروف ديال عائلتها، يعني من عائله على قد الحال يلاه كيتقاتلوا على الزمان. صافي يعني هذا هو الدور اون جينيرال كيف ما شفتو. صراحة اون فوا مشيت لواحد لو سونتر ديال الصم البكم، كنت كنقول مع راسي راه تقدر تجيني صعيبة، يعني نقدر في الاخر ما نتعلم والو. الوغ كو المهم كنوجه التحية للناس اللي خدامين تما حيت رحبوا بيا وما بخلوش عليا الصراحة بزاف ديال لي زانفورماسيون. اون فوا مشيت النهار الاول جاني داكشي ساهل الصراحة، يعني بقيت كنبراتيكي فيه فوق ما كنمشي للدار. دوك الاشارات اللي كنت كنتعلم كنمشي للدار كنبقى نراجعهم. صافي دوزت معاهم واحد 5 ايام ولا 4 ايام وتعلمت سورتو داكشي اللي كان عندي في السيناريو. ما غاديش نقول لك صعوبات، ولكن هو صراحه اثر عليا بزاف. نفسيا ما كانش ساهل حيت واحد الوقيته كنت داخله في البيرسوناج بزاف، يعني كنت سعاد ما كنتش نادا، كنت سعاد الحياني، دونك كانوا كياثروا فيا بزاف ديال المشاهد. كنت كنبقى نبكي وهذا، ولكن هذاك الشيء كامل كان غير حيت اديت الدور باحساس وصافي. الدور ديال نورا الشفيعي كان قريب ليا بزاف، من ناحيه كانت نورا هي الصغيره في الدار، حتى انا في يعني في الحقيقه انا الصغيره في الدار. ديك البنت اللي زعما بزاف على ماماها وباباها، كتفشش عليهم، كتبغي كلمتها هي اللي تكون. صراحه هادشي اللي كان، ولكن يعني غير مع والديا بالحق، يعني مع الناس ما كنتش كنشبه ليها بزاف. صراحة الأدوار اللي كيعجبوني بزاف أدوار مركبة، يعني يعجبني نلعب دور ديال شي بنت اللي مثلا عندها انفصام في الشخصية، أو لا كتمر من شي مشكل اللي يعني خلى ليها أمراض نفسية في حياتها، حيت هاد الأدوار هادو كيخليونا نتقربوا بزاف من دوك الناس. الجرأة هي جرأة الموضوع ماشي جرأة مشاهد او لا هضره. دونك بالنسبه لي يعني نقدر انني ناكسبتي شي بروجي اللي غادي تكون فيه جرأة في الموضوع، يعني بالحق الا كانوا مشاهد جريئه صراحه ما غاديش نقدر. ما نكذبش عليك، ما غاديش نقول لك غنختار مغربي غير باش نقولها، ولا غادي نختار عربي غير باش زعما تكون عندي فرصه معاهم. بالحق غادي نختار الدور اللي غادي يكون قريب ليا اكثر واللي كنتمنى انني نلعب.
باك صاحبي كاينه في كاع لي دومين الصراحه، يعني ابار دومين ديال الفن كاينه في كاع لي دومين، اي بيان سور كتعتمد على باك صاحبي، سي نورمال. الصراحه ما كانتش سهله، ولكن اول تجربه ليا ما كانتش باك صاحبي نهائيا، يعني كان باغ ان كاستينغ اللي كانوا بروبوزوني لي ديريكتور دو كاستينغ ديالو اي الاختيار ديال المخرج. كنبغي نقول لهم شكرا بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الهضره الزوينه اللي كتوصلني، كنتمنى نبقى ديما في المستوى، وشكرا لكم مره اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.